مرحبا زهرة، شو هالمفاجأة؟ كيف حالك؟ أهلين فيك. إلك علي حق المربيات، تفضلي. لا تأخذني بس عيب هيك، معقول هالشي يعني يا سيد أورهان؟ ما فهمت. أورهان بيك، يعني أنت بتعرفني من زمان، أنا معقولة أخذ مصاري ما بستاهلون؟ مشان المربيات، خليهم ضيافة مني صحة وهنا. زهرة خانم مرحبا، كيف حالك؟ أنا اليوم والله كنت بدي تلفلك، بدنا حوالي 7 طرميزات مربى للأسبوع الجاي إذا بتريدي. إذا ما كان في سئلة عليكي عزيزي أورهان، عن جد بتشكرك كتير، ما عاد في داعي تعذب حالك. في شاب رح يستلم القصة، رح يستلمون ويوصلون، بتشكرك كتير كتير. في جارة روميسا خانم ضايرة عقلها بالمربيات، وهي اللي وصلت بكميات كبيرة. هيك لكان، يسلموا دياتك، عن جد كتير طيبين. أورهان هو كان رح يوصلهم، أما هلأ ما عاد في داعي. انتو كيفكن بهالفترة، مناح مو هيك؟ مناح مناح الحمد لله، شكرا. اين على إذنكم لحظة. ليكم محمد، اجى الشاي. ماشي هلا جاي. تفضل. شكرا عزب، صحة وهنا. تفضل محمد. اي والله صحة وهنا. يلا اخي محمد ارتاح شوي واشرب كاستك. حضرت لك كل البضاعة، المسا جايين ونبعتها، وعلى اساس في نواقص، شفت بقسمك وما لقيت شي ناقص. مو مشكلة، بعدين بنحكي بالشغل. محمد ما بعرف إذا هلأ الوقت مناسب لأني أحكي. أنا ما فيني أحكي هيك شغلات، ولا حتى بعرف كيف بتنحكى فريحة خانم. إيه فريحة خانم، وأنا يعني كيف بدي أحكي؟ فريحة خانم هي شو بتحب؟ شو يلي بيفرحها؟ إذا بتعرف قلي مشان طيب لك خاطرها. يا خليل صدقني أنا كمان ما بعرف هالشغلات، يعني ما بعرف فريحة شو بتحب وشو بتكره، ويا ريت ما تدخلني بهالشغلات. هلأ أنت يا محمد معك حق، أنا ما قدرت أفهم فريحة خانم كيف هي بتفكر. أساساً ما قدرنا نحكي مثل العالم والناس، يعني يلي بدك تعرفه شغلة هالخطبة أمتى ممكن تصير؟ يعني لما بيكون هالشي بشكل ملموس بحس إنه هيك شي طبيعي. وهلا بما إنه عم نوصل على الجامعة ونرجعها، ما بدي يطلع حكي طالع نازل. أنت نيتك واضحة، بس ما بعرف فريحة شو رأيها. يا ريت تحكي مع أبي بهذا الموضوع، يعني هو اللي بيقيس وبيفصل. أنا رايح المستودع. يعني لما شفتك هيك عم تاخد المربيات ظنيت عم تعمل هيك انه طبعا كرمالي، يعني انه مساعدة الي، يعني طبعا مو بنية سيئة، لا ابدا ما فكرت هيك. طبعا الحكمة انه تتعلمي صيد السمك، مو الحكمة انه اعطيكي سمك الى تاكلي. هيك ما منستفاد شي، وانت يا زهرة صيادة ماهرة. والله انا كتير خجلانة، يعني انا اساسا من غير شي عقلي مو براسي. والله انا خجلانة لدرجة اني بتمنى بهاي اللحظة تنشق الارض وتبلعني. زعلتيني كتير انه وحدة مثل حكايتك تحب شغلة كتير وبتفكر بهالتفكير هاد. وغير هيك بصراحة تفاجأت انك كيف عم تفكري فيني بهذا الشكل. اذا بتريد ما تفكر هيك يا أورهان بيك، رجاءا يعني سامحني، والله هالشي كان من غشمنتي انا. ردة فعلك كانت ممكن كتير كتير تكون ايجابية، بس صدقيني لو فكرت هيك مجرد تفكير لو وطيت راسي قدام عزة نفسك. وبعدين شو مفكرة أنا الزبون الوحيد يلي بيشتري مربياتك؟ يعني أنت زعلت مني ولا ما زعلت؟ قلي. لا ما زعلت، أنا ما زعلت. وغير هيك أنت حكيتي عني أكثر ما بستاهل. أخ يا ربي
الحمد لله الحمد لله، رجاء ما تاخذني الله يوفقك. ايه فوين اراضيك انت؟ ليش مو مبين؟ ديروا بالكم على الحيطان. مرحبا جانسو. هي انت لارا؟ امي قالت لنشوف شو القرار يلي اخذتوه، وانا قلت لشوف شو عملتي تغيير بغرفتك، بس مبين ما في اي تغيير. انا قلت انه ما بدي اعمل اي تغيير، يعني كتير مبسوطة هيك. على كلن برادي الصالون رح يطلعوا حلوين كتير. البرادي؟ والخيار حلو. سينام خانم قررت تغير برادي الصالون؟ عن جد ما كنت متوقعة تصير كل هالكركبة هاي. تترتب يا روحي، المهم انتي تتمتعي فيهن مو؟ بعدين الاغراض الجديدة امتى رح تجي؟ نحن عم نستنى الاغراض بكرة، بس ترتيبهم بده شوية وقت. انتي رح ترتبيهم؟ ايه. انا ماني عم صدق ابدا. انا ما نبهتك وقلت لك اوعك انك تقربي على برادي الصالون؟ لك بس فهميني كيف عم تفكري، كيف بتتجرأي تعملي هيك شيء؟ جانسو شو صار لك؟ شو عم تحكي؟ لك انا شو قلت لك من قبل؟ انا ما قلت لك اوعك تقربي على هدول البرادي، انت عم تعملي هيك بس لحتى تقهريني وتعملي مشكله بهذا البيت. جانسو انتبهي على كلامك. طيب حبيبتي نحن بدنا نروح هلا، وبس يجوا الاغراض بنرجع منشان نشوفهم. ماشي حاضرك. يلا لارا تعي بنتي لازم نروح. انا ما قلت لك انه هدول البرادي انا والماما نقيناهم، قلت لك ولا لا؟ إذا بتريد رجاءً، وأنتوا كمان هلا اطلعوا. إيه بس هدول لسه ما لقيناهم. عملكم رجاءً. خلدون أنا أول مرة بقلك تعال البيت مو هيك؟ يعني أنا بوضع كتير صعب هلا، وانت لسه عم تقلي ما فيني اجي؟ سينا ما عم تفهمي، عم قلك عندي اجتماع، قولي لي شو صار بدل ما تقولي لي تعا فورا. بقلك البيت وضعه صعب، الاغراض القديمه والجديده كل شيء بقرنه وهيك ضلوا. ما فهمت. طبعا ما رح تفهم، لا اشرح لك انا. ها شوف بنتك بتكرهني، عم تفهم؟ ما عم بقدر ابني معها اي صله، ما عم بقدر اتفاهم معها. مالك شايف انه انا عن جد بحاجه لمساعدتك فورا؟ رجعتي اتخانقتي مع جانسو؟ سينا صدقيني ما عندي وقت لهيك شيء. ما عندك وقت؟ هيك لكان ما عندك وقت لبنتك وبيتك ومرتك. طيب قل لي خلدون انت لشو عندك وقت؟ اسلوبك مو عاجب البنوب، مسؤولية البيت عليك يا سينا، وانت اللي عندك مشكلة مع جانسو مو انا. مشاكل البيت انا ما فيني حلها، انت بدك تحليها. اوف يا هالامتحانات والمتابعات والمشاريع، صار الوضع صعب وفوقها هجم الشوب كمان. تعال ناخذ شي شغله نبرد قلبنا، نحن أمننا كل احتياجات الامتحان مو هيك؟ كوراي عن جد ما بيهمني ابدا. Thank you.
أمير ممكن تستنى؟ لوين؟ هلأ عنا محاضرة. ما رح أحضر. شو يعني ما رح تحضر؟ آخر الأسبوع الفحص. هاندا لا تتدخلي. شي عملته فريحة. انت شو عم تحكي؟ اه شوفي، هي اول واخر مرة بحكي معك. حكيتي شي لفريحة عني وعن امير؟ وشو بهمك اذا حكيت لها؟ شو رح يصير؟ رح تخجلي؟ شوفوا مين يلي عم يحكي عن الخجل. انت بوضع بينزعل عليك، عم تحكي بجرأة كتير، وانت يلي حملتي من واحد ما ممكن حدا يشيله من ارضه. هند اصحي على حالك. ها اجا الاب الحنون. هاندا لا تعمل حالك رجال على الفاضي. انا سيئه وانتو ما في منكم، مو هذا يلي مقتنعين فيه؟ مو اتنيناتكم بعتوا رفقاتكم؟ انا ما عملت شي لحالي. انتي لما انتي تركتي فريحه بنص الطريق كرمال مين تركتيها؟ ولا انت كوراي افندي مو كرمالي انا خبيت السي دي؟ شبكن ما تحكوا؟ ما فيكن تحكوا ما هيك؟ اخص عليكم. هي غلطانه شي؟ انا ما خبيت السي دي كرمال الست هاندا، بس انت مو كرمالها سرقتي السي دي مني ورحتي عطيتيها اياه؟ ما استغلتيني وصرت لعبة بين ايدين هاندا؟ أنا هلأ شو بالنسبة إلك جونجا؟ الليلي شو قلك لحتى تريحي قلبك وترتاحي يا جونجا؟ شو؟ أنا بحياتي ما تشرشحت هيك يا كوراي، بس بتعرف؟ هاندا كلها ولا على بالي، أنت يلي استغلتني. أنا كل شي كان بدي إياه إني أكون معك، حبيت نكون مع بعض، بلكي شي يوم منطلع من هاللعبة الوسخة هي. أنا مو مهتمة بالسي دي ولا بهي الوسخة التافهة، فهمت؟ دقيقة دقيقة. وينو هاد؟ ألو؟ بدي أسألك شغلة. أنا على اللابتوب تبعي كان في ملف ومحيته وهلأ لازمني، فيك ترجع لي إياه شي بيطلع بإيدك؟ إيه منيح لكان، منشوف. أنا هلأ بالطريق ورايح على البيت، أنت تعال لعندي اتفقنا؟ يلا منلتقي هنيك، باي. شو عم يصير؟ جونجا يمكن صار الوقت المناسب لحتى نشوف السي دي شو فيه، إذا قدرنا طبعا. أنا شو إلي شغل هون وشو عم نعمل؟ ماني فهمانة شي. كوراي شو عم نحاول نسترجع وشو في جوات السي دي؟ ايه يا كوراي اخيرا مشي الحال. عن جد؟ هلا انت استرجعته؟ لك انت فظيع يا زلمه. استنى خد هدول، يعطيك العافيه. الله يعافيك. مع السلامه. طالع معك. اه قبل ما انسى، كوراي اعمل نسخه احتياطيه للملفات المهمه. ايه ماشي تمام ولا يهمك. يلا بخاطرك. مع السلامه، يعطيك العافيه. شو بدك تشرح لي هلا؟ خدي خدي جونجا، روحي وشوفي وقلعي شوكك مع هاندا بإيدك. أنا ما عاد دخلني أبدا، اتفقنا؟ We'll be right back.
شو منروح على شي محل؟ ليش لا؟ يلا بقى، حابة نقعد لحالي. استني هلأ جاي. خليها لغير مرة. يلا صحة وهنا، أنا رايح. شو أختك فريحة لهلأ ما لبست؟ أنا مضطر اليوم روح بكير بابا، بدهم يجيبوا بضاعة للمستودع وأنا رايح بالباص هلأ. وليش ما حكيت امبارح بالليل؟ أنا كنت وصلتها، لأنهم هلأ بدهم يجوا يكشفوا على المصعد، أنا ما فيني أطلع. شو بيعرفني أنا أنه بدك تتضايق بابا؟ أنا قلت خليل بيوصلها. عجبكم؟ شايفين هلأ كل العالم رح يشوفوه عم يوصلها. يا زهرة أنت روحي وصليها للبنت. ها؟ أنا ما بقدر روح، لازم أبقى مع جماعة الصيانة. إيه منيح، وشو رأيك استناها كمان يا رضا؟ أنا كيف بدي روح هلأ يعني؟ وأنا عندي شغل لفوق راسي، شو أقول للخانم بدي أخذ بنتي على الجامعة ورجعها؟ معقول؟ بروح لحالي. ما بيصير شغلة تروحي لحالك وترجعي لحالك، هي خلص خلصت. اليوم رح مشيها هيك، بس مرة تانية لازم تخبرني. ماشي بابا، يلا بالإذن. الله يسر لك. مع السلامة. يا رضا ما في داعي لهالشي، البنت صبية وعم تخجل وتتضايق من هالشي اللي عم تعمله. لو بزمانك خجلت وتضايقت ما وصلت لهالمرحلة. وانت كمان حاش تاكل خبز، كل جبني معه. يلا افتح تمك، افتح. مرحبا شريك. صباح الخير. صباح. شو عم تستنى؟ عم استنى فريحة. منيح، انا تحت. الله معك. فريحة خانو، أي ساعة أجي أخذك المساء؟ ممكن اليوم المحاضرات تطول شوي. إذا هيك بتتصلي بمحمد وبتخبريه، وإذا ما في مشكلة نحن بنستنى كمان. ما تشغل بالك. يلا بخاطرك. الله معك. فريحة وقفي.
بدنا نحكي. ما في شيء نحكى، انتهينا. لك ليش هيك عم تعملي فريحة؟ قبل بيوم اجيتي لعندي وكنتي عم تعاتبيني ليش ما حكيت معي، وتاني يوم كل شيء بينتهي بهالبساطة. ليش جماعة الصيانة لهلا ما اجوا يا ترى؟ لو اعرف هيك كنت انا وصلت البنت عالجامعة. الو؟ ها صباح الخير يا ابني. صباح النور عم برضا. وصلت فريحة عالجامعة وقلت لحتى خبرك. وصلتها؟ شكرا لك. خليل افندي قدم تقريره. وانت كمان، وانت كمان. وانا اليوم رح مر لعند ابوك ونحكي. مع السلامة يا ابني. مع السلامة. الله معك. رضا انا طالعة. لك لا نسيت موبايلي. يا شريفة. تسلمي يا زهرة. يونس نزل على السوق وقلت أنا بكنس هون بداله. أنا جيت لعندك، عندي شوية حكي. ليش ما عم تفهم؟ ما في شي لينحكى أمير. انتهينا، كل شي انتهى مثل ما بلش. هالحكي ما بيخلص هيك، حتى لو بده ينتهي ما رح ينتهي بهي الطريقة فريحة. لازم نحكي وبدي جواب فورا فريحة. أمير رجاء. شو رجاء؟ شو؟ يا أخ مو عيب عليك اللي عم تساوي؟ أنت شو عم بتقول يا؟ شيل إيدك عنا فورا. فريحة خانو، أنت منيحة؟ فريحة أنت بتعرفي لهالرجال؟ فريحة خانم خليني وصلك على صفك. انت مين بدك توصل ولوين؟ مين انت يا؟ نزلها لايدك، نزلها. لك نزل. انت ما بتستحي على حالك عم تزعج البنات؟ بلا هالحكي. البنات؟ لك يلا روح من هون، شو عم تمزح معي انت؟ انا برايي نحل الشغله برا، احسن ما اضطر انزعلك واجهتك هون. يلا شو خايف منا؟ امير 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 اهدى. امير خلص فريحه. امير امير خلص خلص. امير هدي اعصابك. امير شباب. امير رح تحط البنت بموقف صعب قبل ما تعرف وتسمع. هدي اعصابك شبك، شو صار لها؟ هدي هدي. يلا امير. عن جد فهمت الموضوع غلط، ما كان في داعي تكبر الشغلة. قليلي هاد بيكون رفيقك شي؟ ما كان في داعي للي عملته هذا كله. بس قليلي كيف هيك؟ كيف كان ماسك ايدك وسامح لحاله واخذ راحته انه يمسكها؟ قلت لك ما في شي مهم. طالما انت اللي عم تقولي ماشي، بس انا ما انسريت من هالشغله بالمره. طلع اذا حتحكي هذا الشيء لمحمد او حتى لابي فموقفي رح يصير كثير صعب.
لا تشغلي بالك ابدا بهالشي، انا ما رح احكي لحدا، بس انا كمان لازم اعرف حتى يطمن بالي اذا كان هذا الشخص عم يضايقك او لا. ما في حدا عم يضايقني بنور. الموقف بصراحة زعجني شوي. ليك، هذا اللي صار مجرد سوء تفاهم، يعني ما في داعي تتضايق مشاني أو تنزعج. رجاء ما نحكي بهالموضوع أكتر. إذا هيك شايفة مثل ما بدك، بس أنا بشوف إنه من واجبي أحكي إنه رفيقك هذا مبين إنه شخص مانو منيح ومانو مربى أبداً، وبتمنى يكون عندي خبر إذا بيتعرض لك مرة تانية. لك قلت لك ما حدا عم بيزعجني وما بيقدر كمان، وإذا بدك تساعدني ما تحكي لحدا اللي صار أبدا. ما في داعي أبدا لأنك تذكريني، نحن عنا الكلام نقوله مرة واحدة وبس. على كل إن أنا لازم فوت على المحاضرة، يلا بخاطرك. فريحة خالو، موبايلك وقع وانت عم تنزلي، وكنت جايب لك اياه. شكرا. تعي لنقعد هون حبيبتي. تعي تعي شريفة. هلأ أختي شريفة، تعي نترك هالأصول والعادات ونحكي بوضوح. نحن اتنيناتنا أمهات ومنحس. طيب خلينا نحكي بوضوح تام، يعني بخصوص الأولاد، قصدي أولادنا سوا. أنت بشو عم تفكري فيهم؟ والله شو بدي أقول، إذا على خير ونفتح نصيب. هلأ بلا ما نقول خير ونصيب، أنا شو قصدي نحكي كتنتين أمهات ونقول كل شي بوضوح تام، ما هيك؟ يعني شو جاي من قلبك أنت؟ هذا اللي حابة أعرفه. والله أكيد صار في عجلة طبعا. الشاب قال بدنا نروح نطلب إيد البنت، نحن استغربنا كتير، شاف البنت وعجبته. نحن ما بيطلع لنا نحكي، بس أنت كأنه في شي تاني ببالك مو؟ والله يا شريفة أنت بتعرفي بنتي عم تدرس بمرحلة عليا، يعني نحن ليش عم ندرسها؟ حتى ما يصير فيها مثلنا، يعني هذا هو هدفي الوحيد، إنه تقدر تنفذ حالها بحالها. نحن شو ممكن يكون لنا شغل بدراستها؟ وأنا كمان ابني خلص الثانوية مثل السبع، فكر إنه يخلص عسكريته لهيك ما قدر يكمل دراسته وأسس شغله. هو المهم إنه يأمن حق خبزاته. أساساً هو رضيان بدراسة بنتك. إيه رضيان رضيان، ما اختلفنا، بس بنتي بدها 4 سنين لحتى تخلص دراستها، لأنه الموضوع ما بينتهي لما تاخد الشهادة. إيه يعني الشغلة مطولة ولسه بدها تبلش بشغلها. يعني قوليلي انت لوين بدك توصلي زهرة؟ حبيبتي شريفة انا عم بحكي يلي حكيتيه، يعني مو انت قلتي استغربنا كتير وصارت الشغلة بعجلة؟ وانا عم اقول مثلك، يعني بلا ما نستعجل، القصة ما بتزبط بالعجلة، فهمتيني يا حبيبتي؟ خلينا نفكر شوي بهالقصة لانهم اولادنا. والله انا فتت بالحيط، جوزك بيحكي شكل وانت بتحكي شكل، والشاب عم يقول بدنا نعمل خطبه، وهلا عم تقولي مالك رضيانه. هلا مشان الله ايميني من الرضا، انت موافقه؟ والله انا عندي شاب مثل البرلنت، يأشر باصبعته بيصفوا 50 عروس قدامه، بس بنتك هي اللي عجبته. ليكي مو بس بنتك، حتى لو كانت بنت السلطان مالي رضيانه فيها ولا بتليق فيه ابدا، ولو شو ما كان. الله يخليكي، هلا اتركينا من بنت السلطان، ابنك مانو سلطان وبنتي مانا سلطانه. عم تفهميني انت؟ انت فهمتيني منيح، فكري بهالشي، اتفقنا؟ وغير هيك انت كمان عندك بنت، وفكري من هالناحية كمان، فكري بهالشي يا شريفة. أنا رايحة، يعطيكي العافية. الله يعافيكي. كيف صحتك؟ ماشي الحال. شو صاير معك؟
كيف حركة الزباين؟ اجا تاجر الجملة ونزلت البضاعة على المستودع. شكله في عجقة سير ما؟ لا، مرقت حالي لهون من دخلات بعرفها. محمد؟ فريحة خانم عندها رفقات كتير ما هيك؟ لا، يعني في جانسو من البناية وبتتخانق معه وبتتصالح كتير، وفي بنت ما بعرف شو اسمها كمان معها بالكلية. ليش خير؟ انت ما بتعرف رفقاتها اللي معها بالجامعة؟ اي لا، منين بدي اعرفهم؟ خليل احكي، صاير شي؟ لا، مجرد سؤال وبس. لفت انتباهي انا وعم وصلها على الجامعة، جو واسع وكتير مريح، وحبيت اعرف. شوف الزبونة احسن. تفضلي. مرحبا، عندك قماش كتان؟ ايه تفضلي، لازم يكون هون. اختي لا تكبسي على هاد، منزوع وبده تصليح. ها طيب، شكرا. أنا كنت عم استناكي، تخلي. الله يكون بالعون يا ربي. إيه؟ ليش عم تطلعي يا خانم؟ ما تاخذي الأكياس؟ أخ يا يونس، ليك أخ، إجانا وجع الراس. ما قلت لك هالحكي من قبل؟ دستور من خاطرك، استغفر الله. شو صاير لك يا خانم؟ اجت زهرة لهون وسمعتني كلمتين، حبت تفهمني انه ابنك ما بيقدر يلحق بنته ابدا، ومرقت لي انه هن مو مناسبين لبعض. مو بنته عم تدرس، فنظرتهم غير لابني، بدهم يعملوا ابني خشخيشه. ايه خشخيشه. امير، شو جنيت انت؟ شش، طلع فيني. أساساً واضح من شكله الزلمة مبين شوفير، أبوها متفق معه مشان ما تتمرمط بالتكاسي. أنا ما أفكر بالشوفير نهائياً، فريحة بس. فريحة خافت وتصرفت منيح. البنت شو بعرفني بتكون تصرفت بهي الطريقة، لأنه حسبت حساب الزلمة ما يروح يخبر أبوها. أنا كنت عم فكر باللي قالته. انتهى. كيف انتهى بهالطريقة؟ بس هي إجت لعندي، أعطتني القوة حتى ما أتخلى عنها. طيب هلأ شو صار؟ أمير، اتطلع، برأيي إنك تبعد عن هالبنت شوي. يعني لك أخي، أنتوا عشتوا فترة صعبة كلنا عشناها سوا. أنت عم تضغط عليها، أعطيها شي فرصة حتى تستعيد توازنها. بس ما عم بقدر كوراي، بس شوفها عم بيغيب المنطق والغرور، كل شي عم بيغيب، كأنه في حدا لنحة عم بيتفشني وبيقول لي عمل شي وما تضيعها. يعني على القليلة بكل واحد فينا عم نسمع صوتين. فريحة، ليك لا عاد تسألني ولا شي. لا تسألني، عم بقول لك ما في شي ينحكى، أنا ما عاد بدي إياك. أنا ماني مصدقك فريحة. والله ماني مضطرة خليك تصدقني. فريحة، فريحة، فريحة استني. أمير، شو عم تعمل؟ عم بحاول احكي معك.
بعد إذنك. ما رح بعد. ماشي ضيري ظهرك بس شوفي أنا هنيك. شو بدك تعملي فريحة؟ بدك تغمضي عيونك حتى ما تشوفيني؟ أمير حاجة بكفي بقى. أنا شو عم بعمل لك فريحة؟ يلا احكي أنا شو عم بعمل لك؟ قولي ماني حاسة بشي وإنك ما بتحبيني وخلاص. المهم فريحة تحكي الصراحة. احكي لي. شو اللي تغير؟ يلا احكي لي. طلعي فريحة. حاولي تتجاهليني قد ما فيكي. بعديني قد ما بتقدري. كمان ما رح يفرق شي. بس كل ما اطلعتي على المراية رح بتشوفيني. لازمك شي تاني يا خانو؟ لا شكرا كتير كتير. ان شاء الله بتسكنوا بالهنا. شكرا على كل شي. الله يسلمك. يعطيك العافية. الله يعافيك. اوه الصالون مضبضب كمان؟ كتير حلو. منيح انه عجبك. مبين لساتك متضايقة. وهي كل شيء مرتب ومن أحلى ما يكون. سينام ما في داعي تستمري بمشاكلك مع جانسو. أنا ما عم استمر بشي أبدا خلدون. بس أنا مثلك الإزعاجات صعب إني أنساهن هيك بسهولة. طيب مفهوم. بدنا وقت كتير لحتى نقعد على الكنبايات ونحن رايقين. برأيي أنت ما بتفرق معك كتير زيادة، لأنه أنت بالأساس ما كنت تقعد كتير على الطقم القديم، ما هيك؟ أنا فعلاً ما عم أقدر أفهم كيف عم تسحبي الموضوع لهالنقطة يا سينام. عن جد ما عندي وقت لهالشي بنوب. يا ست رسمية ممكن تتركينا لحالنا؟ إيه تكرمي. لك واقفة وعم تسمع شو عم نقول؟ مو معقول هالشي. ايه خلدون يمكن خلال هالوقت السمين كنت عم تحكي شغلة مهمة. كفي. مضطر اطلع. واذا كنت حابة نستمر بهالنقاش فالمسا فينا نتابعه.
قلنا كم يوم ما سمعنا صوتك، شغلت لي بالي. بعض الأحيان ما عم نفهم شو أخبارنا، مناح ولا لا، عايشين. أنت شو أخبارك؟ يظهر فريحة عم تزعلك. ايه طبعا، كيف ما كان هي رح تتجوز. عطيتني جواب غير شكل، يعني شو بدي قلك؟ رح قلك ماشي الحال، وشو ما بقول هلا رح تعتبرني سطحية. لا ولا يهمك، بعدين معروف عني أسطح رجل بالعالم. برأيي غلطانين. أنت من الناس يلي بيخفوا حالهم لأنه سهل الاختفاء. أنت شو عم تعمل؟ آه؟ هي هلأ على الفيس في بنت بعرفها ضافتني من جديد. بالبداية جاوبتها لحتى ريح راسي، مسجين ثلاثة وجواب، بس اليوم غير حديث. ليش لا إذا مرتاح؟ عم حس حالي مرتاح. ممكن الواحد يحس حاله مرتاح لما بيحكي مع حدا ما بيعرفه، فطالما أنت ما بدك تحكي حبيت اتسلى شوي لحالي. بدي أسألك شغلة، طالما هدول فاضيين نحن ليش هيك قاعدين لحالنا؟ ما حدا كامشك، إذا كتير حابة روحي وأحكي معهم. لا تفشي خلقك فيني لأنه ما زبطت معك، ما عاد فهمت عليكي. أنت يلي كنتي ورا تصوير فريحة وعملتي عملتك. ما توجعي راسك، هنن ولا بيهموني. جيب بدنيم دي سنتم، يريم كوبرلمان.